نشب بيننا خلاف شديد في موضوع سلام الرجال على النساء وضع اليد في اليد، ونسمع من الكثيرين أنه ليس فيه شيء، وربما تقول لك المرأة أنا ما زي أمك، أنا ما زي خالتك، كيف يكون الخلاص من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا جدال في هذا الأمر. هذا الأمر واضح من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة، بينما كان يبايع الرجال بالمصافحة. فدل على أن الرجل لا يصافح المرأة التي ليست من محارمه لما في ذلك من الفتنة، ولا ينبغي لأحد أن يجادل في هذا، لأن ما دامت السنة واضحة إنه يجب العمل بها، وترك العوائد التي عليها الناس إذا كانت هذه العوائد تخالف الشريعة. مصافحة النساء لا تجوز للرجال إذا كانوا من غير محارمهن لما في ذلك من الفتنة. نعم.